وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الرائد فايز أمين، رئيس شعبة الإعلام والنشر بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. أهلا بك في نشرة الثالثة. لو تحدثنا بداية عن دور الإدارة العامة للمرور في تنفيذ القانون ورصد المخالفات التي تتسبب في تعطيل حركة السير بالمسار الصحيح والحركة المرورية بشكل عام. نعم، بداية بس اسمحوا لي أمسي عليكم بالخير وعلى جميع المشاهدين الكرام، وبارك عليكم وبقى من الشهر الفضيل. طبعا لا يخفى على الجميع بأن الإدارة العامة للمرور تقوم بعدة حملات متنوعة، منها حملات توعوية وحملات تنفيذ للقانون، وهي طبعا كلها تصب في صالح تأمين الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح. إذا بنخص بالذكر الحملات تنفيذ القانون، فتم رصد مؤخرا 2278 مخالفة مرورية تخص التجاوز الخاطئ بمسار الطوارئ والوقوف صف ثاني. وتحب الإدارة تأكد أنها مستمرة في رصد كافة المخالفات التي تتسبب في تعطيل الحركة المرورية وتعرض الأرواح للخطر، وأيضا المخالفات اللي ما تعكس الصورة الحضارية للسائق البحريني، مثل التجاوزات الخاطئة اللي تم ذكرها والانعطاف المفاجئ للإشارات الضوئية، وبالإضافة إلى عدم التزام الشاحنات بقواعد السير ومركبات توصيل الطعام التابعة لشركات توصيل مطاعم، وأي سلوكيات أخرى غير مقبولة. فالإدارة تعمل على مدار العام في مختلف المواسم لتأمين السلامة المرورية، وأكيد لانخفاض نسبة الحوادث المرورية ونسبة المخالفات اللي هي بلا شك من أولويات عمل الإدارة العامة للمرور. نعم، الرائد فايز أمين، رئيس شعبة الإعلام والنشر بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، شكرا على هذه المداخلة.